كلام انه النادي الاهلي مش عايز يلعب مبارياته على استاد السلام الفتره اللي جايه. كنا قلنا لحضراتكم من كام يوم ان النادي الاهلي او اداره النادي الاهلي وعدت مارسيل كولر انه مش هيلعب على استاد السلام تاني، والكلام ان النادي الاهلي مبارياته في محليا او افريقيا هتكون موجوده على استاد القاهره. طيب الوضع ايه دلوقتي؟ نعرف من الكابتن وليد عبد الوهاب رئيس هيئه استاد القاهره. يا فندم مشرفنا ومنورنا. ده شرف ليا ان اكون مع حضرتك والله، ويعني وانا سعيد ان بتهتموا باستاد القاهره كده، دي حاجه بتفرحنا كلنا، واهلا بيكم الساده المشاهدين. يا فندم نهتم باستاد القاهره، استاد القاهره ده حاجه من اعظم الحاجات اللي حصلت في تاريخ الرياضه المصريه، كله ذكريات سعيده وعظيمه عند اي مواطن ومشجع مصري لاي لعبه واي رياضه واي حدث كمان دلوقتي، عشان اتكلم مع حضرتك على احداث كثيره تقام على استاد القاهره في الفتره الاخيره. وانا تحت امرك وتحت امر استاد القاهره، تحت امر الجمهور المصري كله. طيب بدايه كده، هل فعلا وافق استاد القاهره الدولي على استضافه مباريات النادي الاهلي القادمه سواء محليا او افريقيا؟ احنا بالفعل يشرفنا نادي الاهلي يقيم مبارياته الافريقيه او المحليه في استاد القاهره، ونادي الزمالك واي نادي مصري يشرف نادي استاد القاهره ان يكون متواجد على ارضه. يعني خلاص كده النادي الاهلي من المباراه القادمه هو موجود في استاد القاهره. ان شاء الله نادي الاهلي احنا خطيبنا واحنا في انتظاره، واحنا الاستاد تحت امره في اي وقت. والنادي الزمالك هيلعب المباراه القادمه امام انبي برضه في استاد القاهره، وكده ده ملعب الزمالك. احنا عندنا يوم السبت نهائي البطوله الافريقيه للشباب. تمام. السبت ويوم الاحد نادي الزمالك ونادي انبي ان شاء الله. عظيم جدا. طيب سؤالي اللي جاي ده يخص بقى استاد القاهره وارضيه استاد القاهره واهميه استاد القاهره. استاد القاهره شفناه الفتره الاخيره يعني حريص في المباريات اللي بتقام عليه، وكنا نسمع انه ده حفاظا على ارضيه الملعب وما يحصلش تهالك لارضيه الملعب. الفتره اللي جايه في اهلي وفي زمالك وفي منتخبات مصر الوطنيه، هل استاد القاهره مكمل معانا لنهايه الموسم ولا ممكن نسمع في النص كده انه مغلق للصيانه؟ كنا بنسمع الجمله دي برضو في بعض الفترات. بص حضرتك، اصعب فتره بيمر بيها الملعب شهر واحد وشهر اثنين. عد على اي ملعب في مصر وجو مصر شهر واحد وشهر اثنين، ثق تماما ان شاء الله ان الامور الملاعب هتبقى في تحسن كبير جدا جدا جدا. عظيم جدا. يعني مفيش الفتره الصعبه على ارضيه الملعب شهر واحد وشهر اثنين، والحمد لله مروا علينا. لعبنا في شهر واحد 18 مباراه، وفي شهر اثنين لعبنا 16 مباراه. هايل. يعني استاد القاهره ما فيش اي مشاكل لحد نهايه الموسم ان شاء الله. الحمد لله ارضيه استاد القاهره بتمر بحاله جيده جدا. هايل. بفضل مجهود الساده الزملاء في استاد القاهره والمقيمين على الشؤون الزراعيه وشركه الصيانه، بصراحه عاملين مجهود كبير جدا، وانا بشكرهم على المجهود اللي عاملينه السنه دي. هايل جدا. طيب مباراه منتخب مصر مع ملاوي في تصفيات كاس الامم الافريقيه هتكون موجوده برضو في استاد القاهره؟ ان شاء الله المباراه على استاد القاهره. المنتخب من يوم 17 تدريباته حتى المباراه يوم 24 ان شاء الله. هايل جدا. في نقطه بقى تانية بعيد عن اهلي وزمالك ومنتخب، انا ملاحظ انه استاد القاهره الفتره الاخيره يستضيف كثير من الاحداث حتى بعيد عن كره القدم. يبدو كده ان احنا نتعامل الان مع استاد القاهره انه مؤسسه ممكن تستقبل العديد من الاحداث، وده اللي كنا بننادي بيه دايما يا كابتن وليد. فانا اشيد الاول بده وعايز اسمع من حضرتك. طبعا دي توجيهات السيد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. عظيم. ان هو عايز يعمل طفره كبيره في استاد القاهره، والحمد لله احنا اخر اربع شهور يعني ما فيش مكان في استاد القاهره فاضي. استاد الدراجات عليه بطوله، مجمع الصالات المغطاه الصالات كلها ما فيش مكان فيها لاي حدث. فالحمد لله بنحاول ان احنا نعمل انشطه مستمره في استاد القاهره عشان يظل استاد القاهره العريق. عظيم عظيم جدا. طيب كابتن وليد عايز اقول لحضرتك حاجه، واعتقد ان انت اكيد عارفها كويس واكيد شفت ده في كثير من ملاعب العالم، بس احنا لما كنا بنسافر مثلا احداث ومباريات كبيره في العالم قبل ما بنخش المدرجات في انحاء الملعب في انحاء الاستاد بنشوف ناس بتعمل حاجات ترفيهيه، يعني اكتيفيتيز، ممكن نلاقي فرقه موسيقيه بتلعب مزيكا مثلا حوالين الاستاد، بتبقى حاجه مريحه جدا للجماهير وهم داخلين مباراه وحالتهم المعنويه لطيفه ولذيذه وفيها لعب وهزار، لما يخش المباراه ما يبقاش فيه توتر. ممكن نشوف دوت في استاد القاهره بما اننا بنشوف دلوقتي الاهلي والزمالك موجودين في استاد القاهره وراجعين مره اخرى لاستاد القاهره؟ الكلام ده موجود بالفعل، وفي عظيم. بعض البطولات
اللي اتعملت هنا عندنا. مباراه مصر والسنغال الاخيره كان معمول كل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده على ممر الدرجات، الدرجه الاولى والثانيه والثالثه، كل ده اتعمل فيها، اتعملت مسابقات، اتعملت فقرات غنائيه وفنيه. يعني الحمد لله احنا في تحسن مستمر في الرياضه المصريه. وان شاء الله من وقت للتاني هتلاقي الثقافه العامه للجماهير ان شاء الله بقت احسن عن الاول بكتير. كابتن وليد عبد الوهاب رئيس هيئه استاد القاهره، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ودايما موفق، من الناس النشطه جدا، شغلها واضح جدا وعظيم جدا. اذا النادي الاهلي رسميا مبارياته القادمه محليا وافريقيا على استاد القاهره، نفس الامر بالنسبه لنادي الزمالك، وايضا مباراه منتخب مصر وملاوي هتكون ايضا على استاد القاهره الدولي، استاد الذكريات العظيمه، استاد الرعب لكل المنافسين، استاد له كثير من الذكريات السعيده المبهجه. انا احب استاد القاهره على فكرة، في ناس كتيرة تبقى مرتبطة بملاعب، أنا من الناس اللي مرتبطة باستاد القاهرة، طفولة وشباب وكل حاجة في استاد القاهرة، كرسي كرسي، كرسي كرسي يعني. طيب